أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نبدأ من لبنان، حيث تظاهر المئات في مناطق متفرقة من العاصمة بيروت الليلة الماضية احتجاجا على تردي الظروف المعيشية. وذكرت مصادر محلية أن التظاهرات تسببت في قطع بعض الطرقات في بيروت، بينما أعلن تجار مدينتي طرابلس وبعلبك الإضراب. وأفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء حسن دياب دعا إلى عقد جلسة طارئة للحكومة صباح الجمعة لبحث السياسات النقدية للبلاد في ظل التطورات الأخيرة. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن المرحلة التي تمر بها البلاد خلال فترة تكليفه كرئيس للحكومة تواجه تحديات جمة. وقال الكاظمي إن أبرز التحديات التي تواجه حكومته تتمثل في الانهيار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية وانهيار أسعار النفط وصراعات إقليمية وجائحة كورونا، متعهدا بإجراء إصلاحات. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن الحوار الاستراتيجي مع العراق تناول عدة قضايا سياسية وأمنية وملف الطاقة. وأضاف شينكر أن المجموعات العراقية المدعومة من إيران تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة عبر تأجيج الطائفية والتطرف والإرهاب، مؤكدا أن واشنطن تريد مساعدة العراق على هزيمة داعش بشكل دائم وجلب الاستقرار للبلاد. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات ضد أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يسعى لمقاضاة القوات الأمريكية. من جهته أيضا قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العدالة الأمريكية هي المسؤولة عن ملاحقة الأمريكيين أينما كانوا. أجزنا فرض عقوبات اقتصادية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يشاركون مباشرة في مساعي المحكمة لإخضاع القوات الأمريكية أو قوات حلفائها للمساءلة، وهذا سيطبق بصورة فردية لكل حالة على حدة. لم يعطونا أي سبيل آخر غير هذا. لا يمكننا السماح لأولئك المسؤولين وعائلاتهم بالقدوم إلى الولايات المتحدة للاستمتاع بالحريات الأمريكية التي هم يسعون لمقاضاة المدافعين عنها. لا ننسى التزام الولايات المتحدة بإخضاع منتسبيها للعدالة أينما كانوا. إننا نعمل على محاسبة المخطئين بموجب القانون الدولي وندافع عن سمعة قواتنا وأجهزة استخباراتنا. ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 420 ألف وفاة بعد تسجيل أكثر من 3000 وفاة جديدة. وقد أظهرت آخر الإحصائيات تسجيل أكثر من 7,500,000 إصابة حول العالم، في حين اقترب عدد حالة الشفاء من 4 ملايين حالة. سجلت مؤشرات أسواق المال الأمريكية هبوطاً حاداً في جلسة تداولات الخميس، وفقدت مكاسب كبيرة حققتها في الأسابيع الماضية. مؤشر داو جونز الصناعي فقد أكثر من 1800 نقطة، أي ما نسبته تقريباً 7%. فيما تكبد مؤشر S&P للشركات الكبرى خسارة بلغت نحو 6%. مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا فقد هو الآخر ما نسبته 5.3%. وتأثرت بورصة نيويورك ببيانات جديدة عن سوق الوظائف الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.